السلام عليكم. في أول الستينات زار الكويت الرئيس اللبناني شار الحلو، زيارة كان له علاقة جميلة جدا مع رؤساء في ذاك الوقت، وفي زيارة يعني لتوطيد العلاقات. المهم السالفة مو هني، السالفة ان في منسق رئيس قسم تنسيق في إذاعة الكويت، هذا بمناسبة قدوم وزيارة الرئيس اللبناني شار الحلو للكويت، فيبي يدور أغاني مناسبة لهالفعالية يعني. فقعد يبحث في الإذاعة اللبنانية، وأيامها اللبنانيين ما عندهم شيء اسمه أغاني تمجد بالرؤساء، ما كان عندهم هالشيء هذا. احتار، راح كلم إذاعة الكويت عندنا في الأرشيف، قال لهم جيبوا لي أي أغنية فيها كلمة حلو نبي نحطها في الإذاعة الكويتية، علشان لما يدخل عندنا الرئيس اللبناني ويستمع للإذاعة يسمع الأغاني كلها احنا مختارين كل يعني الكلمة اللي فيها اسمه اللي هي كلمة حلو. فعلا أول أغنية عرضوها كانت أغنية للمطرب محمد قنديل، قديمة جدا، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارك فل. استحسن الموضوع، الرئيس اللبناني قاعد يسمع مستانس، كل شوي حاطي الأغنية فيها كلمة حلو، ويحطوا له أغنية للمطرب ناظم الغزالي مشهورة جدا، أغنية قل لي يا حلو، قل لي يا حلو منين الله جابك، مشهورة بالبداية. استأنس الرئيس اللبناني، لكن لما كملوا الأغنية ولا شنو، فيها مقطع قل لي يا حلو إش جابك علينا، أمك جابتك وإحنا ابتلينا. طبعا هذا رئيس قسم التنسيق في الإذاعة ما كان سامع الأغنية كامل، ولا الظاهر ما يعرف الكلمات يعني. هني زعل الرئيس اللبناني، شنو يعني قل لي يا حلو إش جابك علينا، أمك جابتك وإحنا ابتلينا. الرجل فهمها أنها كأنها متعمدة يعني. المهم تم تقديم له اعتذار رسمي، وقالوا له ترى هذه أغنية، وأغنية عراقية ومشهورة جدا، واللي حطها لك ما كان يعرف الكلمات، وأصلا هو يعني كان يبي يعني يوصل لك رسالة أن إحنا نحبك وأن كذا يعني. فهذه جابتني على طاري أن مرات الواحد يسوي شيء ويجيب الطامة أو العيد، يعني يبي يسوي شيء خير يجيب المشاكل، مرات يقول كلام ما يثمنه وكذلك تحصل مصايب من وراها، يعني سواء فعل أو كلمة ما تقصدها تقولها ولا على بالك، يمكن تسبب فيها جريمة بشعة جدا. اسمعوا سالفة الليلة، واللي أنا سميت عنوان القصة رب كلمة قالت لصاحبها دعني، يعني كأن الكلمة تبي تطلع من صاحبها غصب، سواء أنا هذا طبعا يعني عبارة رمزية، يعني سواء فعل غير مقصود أو كلمة غير مقصودة. القصة حصلت في نجران في المملكة العربية السعودية عام 2001، في شاب اسمه خالد، شاب محترم أخلاق متربي تربية سنعة، قرر انه يتزوج، وكان حاط عينه على واحدة اسمها نورة، وهو كان في ذاك الوقت عمره 28 والبنت عمرها 26 سنة. يسمع عن البنت وهي من نفس الجماعة لكن ما هي قريبة له يعني حيل. المهم كلم والدته وأبي تشوفين البنت وكذا، وراحت شافتها قالت ما شاء الله تبارك الرحمن، البنت أخلاق محترمة جميلة، كل المواصفات اللي تبيها يا خالد موجودة في نورة. قالها إذن
انت توكل على الله. وفعلا خذ ابوه وجماعته وراحوا خطبوا البنت والبنت وافقت، اكتبوا كتابهم، وفي 2002 كان موعد تحديد العرس، الزواج، الزفاف نفسه. المهم الخطة شنو؟ ان الليلة هذه اللي تزوج فيها يبات في بيت ابوه لحد الفجر، يطلع هو وزوجته يروحون الى مطار نجران، ومن مطار نجران يطيرون الى جدة، مطار جدة هناك، يعني ياخذون شهر العسل هناك. وكل العائلة كانوا على هالاتفاق هذا. ويجي عام 2002 ويجي يوم الزفاف، سووا العرس واستانسوا العالم وكذا، وجاء اخر الليل زفوا الولد الى البيت. اول ما وصل الى البيت وراحوا المعازيم وكذا، مسكوه منه اخوانه وعيال عمه وربعه الخاصين، يبي يحتفلون فيه بس حفل خاص بينهم، يعني بما انهم يمونون على بعض حيل، يعني امسكوه عند باب البيت يضحكون ويغنون وكذا، وقعدوا عندهم في الديوانية وسوالف وضحك. قالهم يا جماعة أنا بدخل البيت، يعني تعرفون يعني العروسة ناطرتني. قالوا لا يا ابن الحلال اقعد شوي، أنت سفرتك الساعة 5 الفجر بتقوم، يعني ما بقى وقت، وأنت بتروح سهران صح ولا لا؟ أنت بتروح المطار وبعدين تروح جدة، هناك إذا وقعدت بالفندق وارتحت تشبع من زوجتك، يعني ما راح يعني يروح عليك شيء، يعني اقعد ويانا شوي. وتعرفون مزح بعض الشباب شوي ثقيل، خصوصا وقت الزواج. الله لي يوريكم يا ان في بعضهم فيه اخبال يودر المعرس. كم واحد قتل صديقه بالخطأ في ليلة زفافه على بنا يبي يعني قايم فيه قومه، يعني لكن من الهبال اللي فيه اطلق النار قتل المعرس نفسه وسوى كارثة. انا ياما اني ذكرت قصص مثل هذه. كم واحد يعني قاعد يمازحون مع صديقهم ذاك اليوم، انا حاطها في الانستغرام، في اعتقد سوريا، او يشيلون صديقهم يحتفلون هم مجموعة شباب وشايلين المعرس يرمونه فوق وينزل، يرمونه فوق شوي ويطيح على الارض وينكسر عموده الفقري وانشل شلل كامل، وصارت كارثة. مسكينة زوجته قعدت معاه طول هالفترة هذه داخل المستشفى، زوجها صار مشلول بسبة أصدقاء يتغشون. هذا نفس السالفة، مسكوه عند باب البيت، بروح يا جماعة العروس فشلت مو حلوة وكذا، وهو معد يعني ناطرة هالسنة كلها ليلة العمر على قولتهم، ماسكينة غشمرة وكذا. قال يلا ما يخالف. زوجته استغربت هذا وين راح، صارت ساعة 12 واحدة. فأم المعرس أم صاحبنا خالد وخواته حسوا أن خالد فعلا قاعد مع أصدقاء وأخوانه وعيال عمه يضحكون ومازحونه وسهرانين يفرحون فيه بطريقتهم الخاصة يعني. فقعدوا مع العروسة يسولفون معاها يعني يسلونها شوي، والعروسة برطمت زعلانة. ساعة واحدة ثنتين ثلاث، يا الله يا الله، خالد قدر يفلت منهم ويدخل البيت، ما في وقت، الساعة 3 وطيارتهم الساعة 5 الفجر لازم يروحوا المطار. المهم دخل عندها شافهم برطمة وزعلانة، قال عادي يعني أول يوم، وهو يحسب أنه يعني البنت مستاحشة أو تحتاج وقت عشان تأقلم عليه كذي في باعتقاد، يعني ما يدري أنها زعلانة. شوي رتب نفسه وكذا، قال يبغى نما نروح يعني ما نسوي شيء الليله، نروح الفندق ان شاء الله في جده وناخذ راحتنا، والبنت تكون يعني تعودت علي وتاقلمت وبعدين شوي شوي. فقعد يجمع اغراضه، وهي تجمع اغراضها وبدلت ملابسها وحطوا شناطهم. جت الساعه 5، طلعوا فعلا راحوا للمطار، طاروا وصلوا الى جده ودخلوا للفندق. طبعا تعبانين ومو نايمين وليلة عرس وتعب ورهاق، ناموا لكن ما قربوا على بعض. يعني قاعد المغربية كذي ليلة عشاء شوي صح صح وسوالف وكذا، ولا زوجته ما تسولف، معصبة وتلف وجهها عنه
وما تبي تسولف معاه ولا تكلمه ولا ترد عليه. اول يوم ثاني يوم هذا تضايق، ايش فيك يا بنت الحلال؟ يا نورة فيك شيء انت؟ قالت لا لا ما فيني شيء، وهي معصبة صار لها يومين، وهذا كان مخليها على راحتها، يبيها تهدى، ما عارف ايش تبي شوي وتنفجر عليه. يوم حاول ان يصر عليها انها تتكلم، قالت لا ابتعد عني ولا تقرب وكذا، اصلا انا تزوجتك غصبا علي. هي معصبة يعني. قال نعم؟ قالت اي نعم، انا ابوي غصبني على الزواج منك، ولا انا ما ابيك، انا اصلا احب واحد ثاني غيرك. شنو؟ يوم قالت له احب واحد ثاني غيرك انصدم، سكت. والموقف هذا ترى موقف صعب جدا على الرجل، لما زوجته تقول انا احب واحد ثاني غيرك، لو بالاخص في اول يوم، يعني مستحيل رجل يملك كرامة، يملك رجولة ويعرف وتقول له الزوجة ان انا ما ابيك ومتزوجتك غصبا علي واحب واحد غيرك، انه يوافق انه يكمل حياته معاها. انصدم، قاعد يفكر وشريط حياته كله قاعد يلف مخه كذي على سريع، يتذكر تجهيزاته سنة كاملة واموره وحياته والمصاريف اللي صرفها والعالم اللي درت في الموضوع والعرس والتعب والشقة والانتظار شلون؟ قال ليش ما قلت هالكلام؟ سكتت ما تكلمه. فكر بينه وبين نفسه، قال أنا أول شيء، وهذا فعلا كانت حكمة منه وقوة تصرف يعني، قال أول شيء أنا ما دخلت عليها ولا عشت بحياتها السابقة، وهي تحب واحد قبلي مثلا، أنا ما لي شغل فيها، لكن أنا الحين تورطت، إن طلقت الحين انفضحت السالفة والولد ما يبي الناس تدري، فايش للعالم كلها توك متزوج وتطلق وطلعت تحب واحد يعني فشله سواد وجه، وهلها ناس محترمين ومن عائلة محترمة وقريبين منه يعني ما هو بعيدين، ان قتلها يقول انا ليش اقتلها اصلا، ليش اقتلها؟ هي تقول مجبورة، شرها على اللي جبرها، لكن انا ليش؟ شنو ذنبي انا؟ انا شنو ذنبي اني انحط في هالموقف هذا؟ فآثر على نفسه انه يسكت، ما يتصرف، ابتعد عنها. نزل الفندق قالوا محجزوا لي غرفة ثانية بجنب الغرفة اللي احنا اجرينها. فعلا قاعد افكر اول يوم ثاني يوم وكذا، وهي هذيك ساكتة ما تتكلم وهو بعيد عنها، يجيب لها أغراض، يجيب لها كذا، شو اللي تبي، لكن بدون أي كلام بينهم، خلاص الموضوع اللي يسولفوا فيه ما افتحوا مرة ثانية. قاعد يفكر قال لا 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 أنا ما أقدر أرجع الحين، رجعت الكل راح يشك لأنهم عارفين إني بقعد شهر. ويتحمل لمدة أسبوعين في قمة الغضب والزعل وخايب ظن فيها ومصدوم وحس ان حياته يعني تدمرت، وان هذا اللي كنت احلم فيها ان تكون ام عيالي ومستقبلي واني اعيش معاها الحلوة والمرة. اصدمته من اول ليلة انها اصلا ما تحبه ومتزوجته غصبا عليها، ابوها غصبها على كلامها. بعد اسبوعين قال لها يلا شيل اغراضك، المفروض يقعد شهر، لكن قال اسبوعين ممكن اقدر ابرر حق الناس اني والله انا يعني مثلا مليت ولا شيء مثلا، او يرجع فعلا
إلى نجران وعلى طول، ويوديها إلى بيت أهلها وينزلها هناك ويسلم على عمه. قال له يا عمي الوجه من الوجه أبيض، يا عمي هذه بنتك وهذه عرضك وهذه شرفك يا عمي، وبنتك طالق انصدم العم، والبنت صدمت ما توقعت انه يطلق بسهولة، ولا كان قايل لها ولا قايل لها شو الخطة اللي حاطها في بالها لمدة اسبوعين اللي ساكت وساكن بغرفة جنبها، ما قال لها انه ناوي يطلق. لكن لما وصل عندهم قال له يا عمي بنتك طالق. لحظة اذكر الله يا ابن الحلال تعال خلنا نتفاهم. تركهم وش ورجع البيت. اما صدمت، ها يا ولدي الحمد لله على السلامة، عسى ما شر، ليش رجعتم بكري؟ يعني اللي عارف انكم بتقعدون شهر. قال هي اما انا البنت رجعت بيت اهلها وبلغت عمي اني انها طالق وراح اطلقها رسمي. شو تقول حرام عليك ما تخاف الله؟ قال هي اما انا ما اقدر اتكلم في الموضوع، البنت موجود عند اهلها، هل يتصرفوا معها؟ شو مسوي البنت؟ تكلم كذا فيها شيء البنت؟ قال لا والله حشا، البنت شريفة عفيفة وأصلا أنا ما دخلت عليها أبدا. وقال الكلام هذا حق عمه، قال له يا عمي ترى ما دخلت عليها ولا لمستها ولا لمستني، وبنتك عندك ومشى. البنت انجنت. تقولي ليش يا بطال انجنت إذا هي قالت له؟ يعني أنا أقول لكم البنت أصلا لا عمره حبت أحد ولا في أحد بقلبها ولا أبوها غاصبها ولا شيء، أصلا كانت يعني مستانسة أن خالد صار من نصيبها، لكن بسبة الزعل وتبي تقهره، والظاهر مر عليها مسلسل ولا فيلم واحدة مسوي الحركة هذه، والرجل يعني طاح تحت رجولها ويترجاها، توقعت أن خالد يعني ينصدم وش قاعد تقولين وكذا، وانه ممكن يحبني اكثر اني انا تخليت عن الشخص اللي احبه عشان، يمكن فهمت غلط. لكن هذه هي الكلمة اللي قالت لصاحبها دعني، حتى لو كانت غير مقصودة. تعال الحين فهم خالد ان هذه كانت التغشمر ولا هذه كانت تبي يعني تنرفزك، تنرفزني بالشرف ولا تنرفزني بالحب ولا بالخيانة ولا بشنو؟ البنت قعدت تبكي وقالت لأبوها السالفة، واني انا انقهرت لما تركني وهو مع اخوانه وعيال عمه، اقسم بالله يا يبا انا اضحك ما كان قصدي، بس كنت بنرفزه ابقهره علشان يتأدب لا يسوي الحركة معاي، وما ادري هو خذاها جد وسكن بغرفة ثانية، وخفت اسولف معاه شفته معصب، ولما رجعني فجأة قدامك طلقني. امها انصدمت، حسبي الله عليك الغبية، في وحدة تنرفز زوجها بهالكلام هذا؟ الحين ممكن وفرضا ان انت كلامك صحيح ومالك علاقة بحد وانك تحبين خالد اللي هو زوجك، خالد شلون الحين راح يصدق ان ما في احد بقلبك؟ شلون؟ اهلها جو عند أهل خالد، كلموا أبوه وأمه وقالوا لهم السالفة، يبا البنت لا تحب أحد ولا بعمرها كلمت أحد، والخبلة زل لسانها وقالت هالكلمة هذه تبي تنرفزها. الأم ترجب ولدها خالد، تقول له يا خالد الله يخليك عشان أمك يا خالد ردها. قال يما مستحيل أرد وحدة إلى ذمتي وهي تحب واحد غيري وتقول ليها في وجهي، مستحيل، خلاص خلت روح لا تغصبونها على الزواج. قالوا له يا ابن الحلال البنت تقول انها كانت تبي تنرفزك. قال لا لا انا ما صدق، لا مستحيل. يوم قالت لي هالكلام قالت وهي متأكدة منه، شنو هي يعني مختلة عقليا عشان تتهم نفسها الاتهام هذا وتقول الكلام هذا حق زوجها؟ لو تقول لأبوها ولا أخوها يمكن ذبحها، شلون تقول لي أنا وأنا زوجها في أول ليلة؟ لا 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 هذه أكيد تحب واحد.
ويروح المحكمة ويطلقها رسمي. والبنت تستخف تبكي ليل مع نهار، والكل يلومها، وانتشر الخبر هذه البنت اللي عمت على نفسها وطلقت نفسها بنفسها. تحب الولد، تحب زوجها خالد، تحبه تموت فيه، لكن الكلمة اللي قالتها أجرحت الرجل، والرجل هذاك إلى الآن مصدق إن كلامها صحيح، إنها أكيد تحب واحد. ليش أحسن ما يصير بين عيال باكر، ولا إني أدخل عليها وكذا؟ لا لا، تبقى هي بنت وخلت تروح تتزوج وتعيش عيال، الله يستر عليها، فكوني منها. والبنت تحلف، تجي ترجع أم خالد، الله يخليك يا عمتي فهمي، والله مو قصدي، والله كذا. الولد يقول لا 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 يما، لا الله يخليك، أنا لو وقعد عزوبي طول حياتي ولا أخذ هذه، مستحيل أخذ واحدة تحب واحد غيري. البنت يوم شافت إن الموضوع انتهى وهذا مطلقها رسمي، وتدخل غرفة أبوها بغيابه، وأبوها عنده سلاح، وتحط السلاح تحت رقبتها شي تحت الحنج الذقن، وتطلق على نفسها النار وتقتل نفسها. ماتت. يوم ماتت وصل الخبر حق منه؟ حق خالد. هني في هالموقف الوحيد اللي تأكد خالد ان هذه فعلا ما كانت تحب واحد ثاني، ولا ليش تقتل نفسها اصلا؟ كان راحت حق اللي تحبه، قتلت نفسها لان خالد طلقها. لكن خالد كان في موقف ما هو قادر يعني يجمع مخه، يعني بعد هالمعاناة من السنة من الانتظار والتجهيزات والحب اللي بيني وبينه، هو حلم انه يصير عندنا عيال ونأسس بيت وكذا، بنفس الليلة تقول لي انا احب واحد وانا ما اقدر اصدقها، خلاص ما اقدر اصدقها. لكن من قتلت نفسها الرجل تأكد ودخل في حالة نفسية وزر عقله. ترى انا اللي سولف لي ولد عمه يقول لي يا ابو طلال الى الان خالد موجود حي يرزق، لكن ما هو في وعيه، ومن يومها قاعد عزوبي طبعا وعقله يعني كلش، كل ما تذكر يصرخ باسم نوره، كل ما شاف ربعه يتجمعون واصدقائه واخوانه سبحان الله تجيه بس الحادثه هذه، يوم امسكوه عند الباب فيقعد يصرخ فيهم وين نوره وين نوره، لان فيه يقول انه هو في باله ان هذول هم السبب، هذول هم السبب انه ما دخل على زوجته، وان زوجته زعلت وقالت لها الكلمه، وهو فهمها انه فعلا هي تحب لها واحد وطلقها، يعني يعتبر طلاق يعني طلاقه ومقتل حبيبته وزوجته من ربعه واخوانه وعيال عمه الله يرحم حاله، الى الان موجود طبعا. هذه نصيحه لكل زوجه، احذري من كلامك مع زوجك، لان في بعض الامور اذا قلتيها للرجل مستحيل ينساها او يتغافل عنها، هذا اذا هو رجل. وكذلك انت يا الرجل، في بعض الامور حتى لو كان لك علاقات قديمة وتبت وخلاص، لا تسوي نفسك بطل قدام زوجتك، والله أنا وأنا وأنا. ترى الزوجة تنقهر لما تقول لها عن علاقاتك قديمة. والله العظيم أنا انصدمت في قضية من قضايا، واحد بس شغلته يسولف حق زوجته أنا يعني إيش كثر كنت محبوب من البنات، ما نعرف هالعقليات الغبية هذه. فانتبهوا خصوصا في العلاقة الزوجية، لا تخلون فيها بعض المشاكل والجروح اللي لا يمكن أن تنس يعني. واحذروا في المجتمع أنك تفعل أي فعل أو قول يعني خاطئ، يمكن أنت ما تقصده لكن ممكن أنك تتسبب في كارثة. الله يحميكم عن الكلمة اللي تجيب العيد. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.